التواصل يستمر مشاهدينا الكرام من خلال الانطلاقات والمنافسات. شوطنا الذي ينطلق أمام حضراتكم في هذه الانطلاقة هو شوطنا الخاص بهذه الدفعة، وهو شوطنا 21 في منافسات هذه اللحظات الصباحية. شوط خاص بالأبكار الحقايق ضمن أشواط الإنتاج والمنتجين، ونبدأ الصراع يا شباب مع المقدمة والمركز الأول. يبدأ بالمفتاح بعدما انهى الشوط الماضي بالفوز، يبدا هذا الشوط بالبدايه مع الشاهينيه. حمد بن راشد بن مفتاح الشامسي يتقدم الى صداره القمه. المركز الثاني اياتي مشاهدينا الاعزاء شعار المهيري خيره، حميد بن حارب المهيري يقدم لنا خيره في هذه الانطلاقه راعي دريبح. بينما المركز الثالث وصل محمد بن مسلم بالقوبع ابو سلطان يقدم لنا معاني. اما المركز الرابع ياتي بن ثعلوب مع ميار، هنا حمود بن ثعلوب الدرعي. يا سلام، قلنا لكم هذا رياضي كرة قدم، هذا عشق حتى النخاع لهذه الكرة. بن ثعلوب بالفعل يعني مال نادي العين سووا لنا يعني شيء جميل هذا الموسم. المركز الخامس اذا مشاهدينا الاعزاء، شوف المركز الخامس تقدمت في هذا المركز الخامس. شوف ناخذ المركز السادس، ناخذه شوي. المركز السادس وضوح خليفه والخميس من شلبود الخيلي. المركز السابع شعار بن فرحه هذا يتقدم، ناصيه سعيد بن مطر بن فرحه الكتبي. المركز الثامن وصلت المسكي مع بن مبارك بن مغير الخيلي. تاسع المراكز وصل بن طحنون يتقدم مع وجود دي فراسة لفلاح بن فهد بن طحنون ياتي تاسعا. بينما هناك في المركز العاشر هذه وصلت اليافل، راشد بن محمد بن مبارك الخيلي يحتل المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للمراكز المتقدمة. 10 أسماء حضرت في هذا اللقاء، لكن خلف العشر أسماء جميلة وأصيلة. عودة إلى ميار، من ينتزع المركز الأول؟ ميار في مقدمة هذا الشوط يقيس الأمتار، لكن في النهاية يأخذ الشوط بامتياز هذا ميار. يا سلام، حمود بن ثعلوب الدرعي إذا هذه الهائلة حميد بن سالم بن ثعلوب الدرعي هي من انتزعت المركز الأول. الريال عنده ثنتين في الشوط ما شاء الله، قوة الانتاج توصلك دائما إلى تفوق كبير يا بن ثعلوب. المركز الثاني هذه اللي وصلت الآن فراسة، تعود ملكيتها وفراسة لفلاح بن فهد بن طحنون الهاجر يحتل المركز الثاني. المركز الثالث الله، شوف اللي وصلت الآن خير حميد بن حارب المهيري وصل خذ المركز الثالث. المركز الرابع لبن سبت هذا راشد محمد بن مبارك الخيالي مع اليافل. المركز الخامس معاني محمد بن مسهر بالقوبع. سادس المراكز سعيد بن مطر بن فرحه. المركز السابع من الجانب الاخر تسلل من قبل متعبه محمد بن مسيعد بن خالد المنصوري. لكن عوده الى الهائله مشاهدينا الكرام، الهائله تقود هذا الشوط بكل قوه وبكل تحد كبير. الهائله اذا هي مسيطره مشاهدينا الكرام بكل قوه وبكل اداء جميل، شكل جميل، اداء مميز راقي حتى هذه اللحظات. هذه نوعية نادرة يا بن ثعلوب هذه الهائلة والله جودة عالية أكيد، سواء من الأم أو الأب، جودة عالية. سلام للمصانع الجنوبية، سلام للمصانع الجنوبية. أعطونا يا علي يا أبو حياب، أعطونا سلالتها ما شاء الله ترقص في أرضية هذا الميدان. سلام للمصانع الجنوبية، سلام على هذا الأداء. شكلها زعفراني أداها جميل ما شاء الله تبارك الله. هذه أمامكم الهائلة 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 سلالتي هتاش ما شاء الله. سلام يا بن ثعلوب، سلام أبا وأما انتاج هذه الذلول أمامك، تهانينا والناموس يا بن ثعلوب. المركز الثاني حميد بن حارب المهيري، المركز الثالث خالد بن بروك الحميري، المركز الرابع محمد بن مسلم بالقوبع، المركز الخامس مشاهدينا الكرام عندك يا بن هدي الشامسي، هذه مذخورة. هدي بن بطي الشامسي قدم لنا انطلاقة مذخورة من احتلت المركز الخامس. أتابع إذن مشاهدينا الكرام، أعود من جديد إلى لحظات الشوط والتواصل. الهائلة هي مشاهدينا الكرام من انتزعت المركز الأول بالفعل.
في جميل، أداء مميز، شكل تلقائي وشكل جميل ورائع جدا. الهايلة هنا في هذه الانطلاقة لمالكها حميد بن سالم بن ثعلوب الدرعي، 4 دقائق 32 ثانية، 7 أجزاء من الثانية، نوعية بالفعل من أنواع جميلة التي تحتضن الناموس دائما في كل الانطلاقات. المركز الثاني هناك تهانينا بن ثعلوب على هذا الفوز والانتصار، سلام للمصانع الجنوبية، سلام. المركز الثاني 4 دقائق 39 ثانية، 3 أجزاء من الثانية أخيرة، حميد بن خالد بن حميد بن حارب المهيري على هذا الفوز والانتصار، تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث خالد بن شوف 4 دقائق 40 ثانية، 5 أجزاء من الثانية، ياتي شعار بن مبروك يقدم لنا غيوم احمد بن سعيد بن مبروك الحميري في هذه الانطلاقه. تهانينا للجميع على الفوز والانتصار.